بيت الهنا. بيشتكوا كثيرا من الصداع، من مشاكل في البصر، من أمراض كثيرة وما بعرفوا السبب هو شنو، لكن بيرجع الدكتور ويقول لهم ده سببه الجيوب الأنفية. هل فعلا الجيوب الأنفية ممكن تسبب أمراض أخرى؟ وما هي الجيوب الأنفية؟ كيف إحنا ممكن نعالجها؟ هل في علاج حتمي وناجع عليها؟ كل الأسئلة دي وغيرها هي محور حلقتنا اليوم. برحب بكم مشاهدينا وبرحب بضيفنا الكريم دكتور عمر الجيلي يوسف، اختصاصي أمراض الصدر. أهلا بك يا دكتور. الله يديك العافية وأهلا بك يا أخت حر. دكتور، يعني كثير بنسمع الناس بيقولوا فلان عنده جيوب أنفية، هل في ناس بيكون ما عندهم جيوب أنفية مثلا؟ طبعا لا لا لا، يعني في حاجه اسمها الجيوب الانفيه وفي التهاب الجيوب الانفيه او امراض الجيوب الانفيه. نعم. الجيوب الانفيه طبعا معروف انه عباره عن فجوات بتكون موجوده في الجمجمه، اربع اجواز موجوده في، يعني دي حاجه طبيعيه. هذه الفتحات والفجوات مليانه بالهواء ومتصله بالانف عبر بعض الفتحات الصغيره اللي هي دائما بتكون موجوده في الانف، فدي الجيوب الانفيه. اما التهاب امراض الجيوب الانفيه اللي هي اصلا لما يحصل التهاب في واحد من الجيوب الانفيه او يحصل خلل في الجيوب الانفيه فيحصل لنا مرض في الجيوب الانفيه. اذا هو التهاب الجيوب الانفيه. نعم. يعني نصحح للناس انه اي انسان هو عنده جيوب انفيه، ولكن في فرق انه انسان عنده التهاب او ما عنده. صح. طيب شنو الحاجات اللي ممكن تسبب التهاب الجيوب الانفيه؟ بالنسبه لالتهابات الجيوب الانفيه طبعا كلها مسببات الالتهابات، يعني ممكن تكون بكتيريا، واغلب البكتيريا هي الستريبتوكوكس نيموني والهيموفلس انفلونزي، ودي عاده بتكون موجوده اصلا في الانف وان الناس عادي. نعم. لكن في بعض الاشياء بتتكاثر وتبقى كميه اكبر ف تعمل الجيوب الانفيه. ممكن الفيروسات، وزي ما معروف انه امراض الفيروسات الموجوده في الشتاء ولا حاجه زي دي واحده من او جزء من الاجزاء اللي بيحصل فيها التهاب الجيوب الانفيه، او مرات يكون فطريات وبرضه فيحصل التهاب في الجيوب الانفيه بالفطريات. او مرات طبعا اكثر اللي هي المساله بتاعت الحساسيه، اصلا الزول يكون عنده حساسيه في جسمه وجزء من الحساسيه اللي بتاعت الجسم كله يكون حساسيه في الجيوب الانفيه او التهاب في الجيوب الانفيه. نعم. يعني دكتور احنا كيف ممكن نعرف انه الشخص ده مصاب بجيوب التهاب الجيوب الانفيه؟ طيب ده طبعا بالاعراض. بالنسبه للاعراض الاكثر عرض ما قلت تقبلك اللي هو الناس بيصابوا بالصداع، والصداع النصفي واحده من الاسباب الاساسيه بتاعته الجيوب الانفيه. بعد ذاك المساله بتاعت الالم حسب الموقع بتاع الجيب الانفي اللي حصل فيه الالتهاب. فبيحصل الم شديد في الحته اللي حصل فيها الالتهاب، وده نتيجه لانه تكتر المساله بتاعت انه السوائل الموجوده داخل الجيب الانفي، ومرات حتى يحصل له انسداد. نعم. فزول يشعر بالم شديد. بعد ذاك الحمى، زول يشعر بحمى، يحصل له عرق، و زائدا الافرازات اللي هي دائما تخرج عن طريق الانف، او مرات حاجه نحن بنسميها البوست نازل دريب اللي هو ما تطلع عن طريق الانف، لكن زول يشعر انه في سوائل بتنزل طوالي ومرات يبلع عن طريق التجويف الانفي للحلق يعني. او للرئتين، والزول يبدا يقح، يقح واصلا ما يكون عارف السبب شنو، لكن واحده من الاسباب بتاعت انه الزول يقح والسبب يكون معروف اللي هي المساله بتاعت التهاب الجيوب الانفيه. نعم. طيب دكتور، انت ذكرت الان انه الصداع النصفي واحده من علامات اصابه بالتهاب الجيوب الانفيه، شنو ثاني الحاجات اللي ممكن تحصل؟ يعني احنا مرات بنسمع ناس بيقولوا حسوا بوجع في العين ومشاكل في عدم التركيز في العين، بيمشي الدكتور بيقول لهم دي الجيوب الانفيه. ما هي طبعا اذا كان يعني لو جينا شرحنا لو بنقول عندنا اربعه، يعني واحده منهن او اغلب الموجودات حول العين وحول الانف، فدائما اذا حصل التهاب و حصل يعني الحته اللي فيها زي ما قلنا مثلا في الجيب الانفي في الجهه الشمال اللي هي المكزيلري مثلا، فده واحد بيشعر بالم، ويشعر ممكن في العين القريبه من النائد يحصل فيها الام ويحصل فيها احمرار، وده من ضمن الحاجات بتاعت الالتهابات. يعني نقدر نقول انه دي مرحله متقدمه من الالتهاب؟ لا، مرحله من مراحل، يعني ممكن يتطور لاكثر من كده؟ ممكن يتطور، يعني حتى واحده من الاشياء اللي يمكن يعني المضاعفات اللي ممكن يعملها الجيوب الانفيه، لانه زي ما قلنا هي موجوده في 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 في, في الجمجمه وفجوات، عندها فتحات بالنسبه ل متصله بالعظم، عندها فتحات للانف، لكن برضه ممكن تاثر على المخ
واحده من اسباب المساله بتاعت انه زول يحصل له خراج في المخ الاجيبه الانفيه. ده بيكون وصل لمرحلة إنه التهاب مزمن. التهاب مزمن له فتره طويله جدا، فبيحصل يعني جزء من البكتيريا العايشه الموجوده في الجيب الانفي تمشي وتاثر على المخ وممكن تعمل. نحن نتحدث عنها إنها لما تصل المرحلة دي كيف ممكن تتعالج، وكيف ممكن تتعالج آثارها زي اللي أنت ذكرتها، بعد نشوف الدراسة التالية. بيت الهنا. يعني دكتور انت قلت انه التهاب الجيوب الانفيه الناس بتاخده طبعا ببساطه، هو ممكن من مرحله صداع والام في العين وسوائل زي ما انت قلت بتفرز باستمرار بتصل للرئه، ممكن يصل الى خراج داخل المخ، نعم. في الحاله دي كيف ممكن يعالج؟ طيب نحن طبعا كان نحن نبدا نقسم مثلا على الجيوب الانفيه. طبعا عندنا الجيوب الانفيه عندنا الحالات الحاده والحالات المزمنه، وفي حالات وسط، وفي التهاب الجيوب الانفيه المتكرر. نعم. الحالات الحاده بتاعت الجيوب الانفيه الاعراض اللي قلناها قبلك بتكون بتجي، ودائما النازل بيكون اقل من 4 اسابيع، ده بسموه الالتهاب بتاع الجيوب الانفيه الحاد. التهاب الجيوب الانفيه المزمن ده هو دائما بيكون اكثر من 12 اسبوع. اما الالتهاب المتوسط ده بيكون بين 4 اسابيع ل 12 اسبوع. الالتهاب المتكرر ده دائما او متكرر منه دائما انه بيحصل له التهاب في الجيوب الانفيه الحاد في السنه بيكون اكثر من مره. فديل يعني دائما زي ما قلنا هي الجيوب الانفيه متصله بال موجوده في الجمجمه متصله بالمخ. نعم. فالالتهاب المتكرر والالتهاب المزمن طبعا واحده من الحاجات بتاعته هو يعني المضاعفات بتاعته، اللي هو ممكن يصل لنا اي حته في الجسم، يعمل خراج في اي حته منها الراس والمخ ويحصل خراج في المخ. ممكن وده يعالج إذا حصل يعالج، ممكن يعالج يعني بعملية بالنسبه لنا. جراحية؟ والله طبعا بالنسبه للعلاج طبعا في الحالات زي دي اذا كان يعني مثلا حاصل خراج في المخ بيحتاج انه ياخذ مضادات حيويه بتكون اقوى شويه من يعني المضادات الحيويه العاديه. وشكلها بتكون شنو و يعني؟ المضادات دي بياخدها في شكل حبوب لا مثلا؟ لا دائما بالنسبه لاذا حصل حاجه دائما احنا الناس بنحبذ انه ترقد العيالكم في المستشفى مستشفى؟ بيحتاج للحقن، ما يعني ما حبوب ولا كبسولات نعم. الحيويه، لانه بنحتاج لجرعات اكبر، نحتاج لعلاجات يعني مثلا حاجه يسموها السيفترايكسون والمترونيدازول، دي اللي بتغطي لنا كميه كبيره من البكتيريا العايشه. زائدا نحن بنقوم طوالي في اللحظه دي بنقوم نطلع شو السوائل اللي بتطلع دي نوديها المعمل وتتزرع وتتشاف نوع البكتيريا العايشه شنو والمضاد الحيوي اللي هو ممكن يناسبها. يعني في يناسبها بعد. المرحلة دي احنا ممكن نقول الجيوب الأنفية بتحتاج لعملية جراحية؟ تحتاج طيب العلامة نودي العيان للجراحة 200، واحدة من المضاعفات اللي هو قلناها قبل شوية إذا نعم. كان مثلا عنده خراج في الرأس ومحتاج مثلا يحتاج لعملية لإزالة الخراج. زائدا إذا كان الزول بياخذ فيه علاجات ومضادات حيوية وعلاجات للجيوب الأنفية لفترة طويلة من الزمن وما في أي استجابة، لسه الزول بيشكي لسه بيصدع والحياة ده بتجيه كل مرة، فده بيحتاج نعمل العمليه الجراحيه. العمليه الجراحيه تعمل شنو؟ هي غالبا الفتحات اللي ذكرناها قبلك انه بين الجيب الانفي وبين الانف بتكون انسدت، فدي بتحتاج مننا انه شنو؟ انه نفتحها على اساس انه نعمل تفريغ للجيب الانفي من الـ من 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 المواد او السوائل المتراكمه الموجوده في الجيب الانفي. نعم. يعني احنا مرات بنسمع ناس بيقولوا مشينا للدكتور عملينا كي، هي دي ذات العمليه الجراحيه ولا دي واحده هي من ما كي العمليات؟ بيعمل بذل، اللي هو البذل ده الفتح، يعني نعم. انت بتخش وتشوف الفتحه بتاعت الجيب الانفي المعني وتبذيلها يعني يعني تفتحها. ده فهم خاطئ اللي بيفتكروها كي. لا لا ما كي، نعم ايه بذل، ايه نعم بذل. لا لا. طيب دكتور، يعني مرات كثيره الناس بيحبوا يتعالجوا بالاعشاب، هل ممكن يكون في علاج عشبي بيعالج الجيوب الانفيه؟ والله طبعا العلاج هنا في السودان بالاعشاب، يعني الاعشاب الطبيه كثيره جدا، وفي في اعشاب كويسه وفي اعشاب ما كويسه، لكن لغايه الان احنا في السودان هنا ما عندنا يعني حاجه
طبيه مثبته انه والله العشب الفلاني يعني ينفع لنا في للمرضى الفلاني. يعني الناس مفروض انها ما تحاول تجرب كثير، تتجه للدكتور. والله انا يعني المساله دايما مرات تبدا حاجات بسيطه، اذا اهملت بتبقى حاجات كبيره. تتطور. يعني نعم. كل حاجه عندها علاج، لكن الزول اذا اهملها وبدا براه ياخذ الاعشاب ولا ياخذ ناي بتبقى المساله متطوره، وبدل ما كانت حاجه ممكن علاجها بابسط الاشياء يصعب على الانسان علاجها باحدث الاشياء. يعني دكتور، بحكم خبرتك وتجربتك وانت طبيب امراض الصدر، يعني هل في اغذيه معينه احنا ممكن نقول انها بتساعد على الوقايه من التهاب الجيوب الانفيه او بتخفف من مرض الالتهاب ده؟ هي لا، في أغذية هي بتزيد المسألة بتاعت التهابات الجيوب الأنفية أو حساسية الجيوب الأنفية، ودي دائما يعني دائما في الناس اللي عندهم يعني مرض بتاع الجيوب الأنفية مزمن، نعم. وده غالبا في الناس بيكون معاهم مع الجيوب الأنفية بتكون معاهم تاني أمراض في الصدر اللي هي مثلا الربو، نعم. ونسبة كبيرة جدا من أمراض الناس عندهم الرب يعني بيكون بصاحب لهم المسألة بتاعت الجيوب الأنفية. نعم. فديل يعني كل الأغذية اللي بتحسس الزول، يعني من الحاجات المشهورة الشوكولاتات بالنسبة للناس، بعض الفول السوداني، بعض البروتينات يعني مثلا البيض، اللبن، السمك. في مرات في أعشاب يعني عندنا في السودان هنا، دي للوقاية النيم. طبعا وليس للعلاج، لا عشان الناس ما تقوم مثلا يفتكروا انه دي حاجة ممكن تعالج لا الالتهاب. لا طبعا دي كلها نعم، لا، يعني للوقاية. حسب الحساسية بتاعتك من ياتو حاجة من الحاجات، ويجب أنك تتجنبها، ويجب أن تبعد مثلا من الأكل بتاعك، ويجب أن تبعد عن حياتك، حتى أنك تقليل النسبة بتاعت الحساسية، وبعدها يسهل على الزول علاج الجيوب نعم، الأنفية. وانتو طبعا كأطباء دائما بتقولوا الوقاية خير خير من من العلاج. العلاج. بنشكرك دكتور عمر الجيلي يوسف، اختصاصي أمراض الصدر، على هذه الفوائد القيمة اللي أديتنا لها. الله يديك العافية. ومشاهدينا، زي ما انتو تابعتوا، التهاب الجيوب الأنفية ليس بالخطر إذا عولج مبكرا، وأي مرض احنا مفروض نخليه وما يتفاقم. ودائما الغذاء هو المهم، عشان بنيتنا الصحية في كل جزء من أجزاء جسدنا. وطبق اليوم هتشاهديه معانا يا ست البيت، خليكم معانا. بيت الهنا. برحب بكم مشاهدينا، وطبق اليوم مع شيف سامي محمد. شيف سامي، كيف أحوالك؟ مرحبتين، مرحب بك ومرحب بسادة المشاهدين. طبقنا اليوم عبارة عن شنو؟ اليوم عندنا رز برياني حار. نعم. ومكونات الطبق بتاعنا عندنا رز، بصل، نعم، عندنا كاجو، فلفل حار او اللي اول شطة حارة، هي عندنا زبيب، هنا عندنا زنجبيل اللي هو عاملينه في شكل معجون نعم اللي هو لانه هو طازج، نعم وعندنا بودرة كاري، وعندنا كركم كركم. بالإضافة للزيت وملح والفلفل. طيب، هتبدأ بأي واحد من المكونات يا شيف سامي؟ كويس، انا هبدأ اولا اقطع البصل بتاعي واخليه جاهز عندي، واقوم بقطع البصل بشكل شرايح بالطريقة دي او بالطريقة دي، فهي كلها بتكون نفس الحاجة. يعني بقطع البصل الأكلة دي بالطريقة دي. يا شيف سامي نقدر نقول إنها خالية من أي بروتين، وممكن تكون للنباتيين فقط يعني. هي فعلا أكلة نباتية نعم. لأنه ما فيها أي نوع من اللحوم، ما بتخشها ولا أي حاجة، يعني حتى المرق ما بشتغل بمرق، بشتغل بالمويه العادية بتاعته. فأنا بعد ما أقطع البصل بتاعي بجي بضيف الزيت اللي هو زيت الزيتون. فأنا الزيت ذاته أنا عندي ممكن أغير، يعني بدل ما أستعمل الزيت ممكن أستعمل سمن أو أستعمل الزبدة. نعم. فالزبدة لكن لما بنستعملها فلازم أحطها أول حاجة في نار هادية على أساس إنه أفصل المواد إنها السائلة بتتحرك منها. بسرعة. أيوة، أفصل المواد السائلة منها بعدها أنا أستخدمها. فبقوم بضيف الزيت بتاعي، البصل للزيت، وبقلبه شوية نعم. على أساس إنه يكون. برياني دي التسمية دي جاية من وين؟ التسمية هندية نعم. طبعا دي من المطبخ الهندي، رز برياني حار. نعم.
اللي هو النسبة لوجود الشطة الموجودة فيه. فهسه أنا أضفت البصل وبقوم أضيف الشطة. أضيف الشطة. يعني إحنا طبعا بما إنه طبقنا ده هيكون نباتي تماما، ممكن نقول إنه لو حبينا نعمل طبق جانبي يكون مكون من اللحوم؟ لا، طبق جانبي يكون طبق مكون من أساسي. نعم. أساسي يعني، ممكن يكون مكون من اللحوم، وده يكون طبق ثانوي بالنسبة للطبق الأساسي بتاعي. نعم. اللي باخده يعني بغض النظر عن إن اللحوم شنو، تكون فراخ أو سمك أو تكون نوع لحوم من حمراء. نوع من أنواع اللحوم الحمراء. فبضيفها برضو الشطة عندي، بضيف الزبيب. يعني الزبيب يمكن شويه يخفف حده الحراره دي. ايوه نعم، الزبيب شويه بيخفف لنا حده الحراره الموجوده، فبقلبهم شنو شويه. شنو من الحاجات اللي هي طعمها زي الزبيب حلو ممكن نضيفه؟ مثلا التين المجفف ممكن الواحد يستخدمه. في التين المجفف ممكن اضيفه، التين المجفف، لكن انا ممكن عشان اضيف التين المجفف ما افتح التين الان، على اساس انه البذور ما تيجي طالعه علي برا، فانا محتاج اخذتها بطوله بتكون كويسه جدا، بتكون بتشتغل معاك كويس. وهنا عندك الكاجو، هنا المكسرات. عندي الكاجو، الكاجو ده بخليه شويه بعدين في النهايه للزينه بفوق. يعني لو ما عندنا في السودان الحاجه متوفره، الفول السوداني يعني. ايوه الفول السوداني متوفر جدا. بقوم بضيف ده الجنزبيل بتاعنا اللي عاملينه مع في شكل معجون. معجون عملته كيف يا شيخ سامي؟ طيب في شكل معجون انا عندي بحط في الخلاط وبضيف له الزيت. بتقطعه يعني؟ بقطعه صغير على اساس انه اساعد الخلاط لما يضرب. نعم. وبضيف له زيت، كميه من الزيت بسيطه. ما بضيف بس اي مويه. بشرط انه ما اضيف اي مويه. اي مويه، نعم. ايوه. بكده انا ممكن احفظه مسافه طويله في الثلاجه؟ ممكن يتحفظ لمسافه طويله، يعني ممكن يتحفظ لاكثر من اسبوع في الثلاجه. فاذا كنا اصلا عايزين نعمله ممكن نعمل كميه كبيره. نعم. نستخدم منها اللي عايزين نستخدمه، ونقفله ونستخدمه، يعني ممكن احطه لمده شهر، لكن احطه على في الفريزر. نعم، انت الان اضفت الكاري واضفت الكركم. اضفت الكاري والكركم على البصل والشطه. والشطه. والزبيب. والزبيب. فبقوم بخلطهم شويه وانا هخليك تقلبهم على النار يا شيف سامي، ونذكر مشاهدينا بنصائح وفوائد طبق اليوم. بيت الهنا. شيف سامي، وانت بتقلبهم على النار بتحتاج انك تضيف اي حاجه عليهم؟ بحتاج انه اضيف كميه من المويه اللي هي دي. طبعا كميه المويه هنا بترجع لي حسب الكميه بتاعت الرز بتاعتي اللي اخذتها. يعني كل كوبايه يعني لها كم من الرز؟ الكوبايه بتاخد كوبايتين مويه. نعم. الكوبايه بتاعت الرز تاخد لها كوبايتين بتاعت مويه، بغض النظر اذا كان طويل الحبه ولا، بغض النظر عن انه طويل الحبه او قصير الحبه. يعني دي قاعده عامه للرز. دي بيعتمد، ايوه بتعتمد على انه انا بعد انقعه في المويه بارده لمده 10 دقائق في مويه عاديه بارده، انقع الرز بتاعي، بعد ذاك بجيبه بديه يعني كوبايتين. ما يجوا الناس يفهموا انها مويه من الثلاجه، يعني مويه لا عاديه. لا مويه فاترة. عاديه عاديه بفاتره من، ممكن اخذ من الحنفيه عادي، وبقوم احط انقع فيها الرز بتاعي. فبقوم هنا في الحته دي بقوم بضيف الرز. نعم. فلما اضيف الرز ما بحاول انا اخلط الرز. نعم. بس بسيب انه المويه تغطيه، لكن ما بحاول اخلط مع الرز بقية المكونات. خالص ما احاول اخلطه. طيب عشان انا بعدينك عايز الوان تجيني في الرز، على اساس انه انا اقدر اخذ لونين، اللون الاصفر اللي هو لون الكركم والكاري. نعم. واخذ اللون الابيض من الرز اللي ما بيتخلط لي. يعني كثير احنا بنشوف الحكايه دي، بيكون في حبه صفراء وحبه بيضاء، بنتخيل انه كل واحد استوى على حده وبعدين أيوة جمعه. بالضبط بالضبط، بتكون دي نفس المشكله. الحاجه مخدتها هنا، انا ممكن اعمل حاجه. نعم. يعني انا هنا عندي طوه جبت حضرتها، ممكن اضيف لها شويه زيت. نعم. واخلي شويه يسخن معاي، على اساس انه انا عندي هنا شطه الخضراء لو لاحظت انا استعملت جزء وخليت جزء. فالجزء الثاني بقوم بحطه على الزيت هنا، بشرط انه انا قبل ما احطها في الزيت الحار نعم اقوم اعمل فيها ثقوب افتحها. ايوه. لانه دي
الشطة أنا إذا حطيتها بطوله من غير ما أثقبها فبتقعد في الزيت بعدك بتنتفخ وبتعمل فرقعة. أيوه عشان الفرقعة دي ممكن تقوم تطير لي زيت في وشي، ممكن تعمل لي تأذي يعني زيت سخن بيأذي. أيوه أنا لما أفتحها بتجنب الحته دي، اذا لازم تتفتح، فانا لازم افتحها بالطريقه يعني دي. يعني احنا شيف سامي لاحظنا انه عندك القدره الثانيه او الحله الثانيه فيها رز. ايوه نعم، انا عملته جاهز، خليته جاهز. نعم. لو لاحظت كميه الرز زادت بقد قد شنو بالتاكيد، وعلى اساس انه ما تاخذ معي زمن لانه شويه الزمن ما بيسعفني. طيب نشوف انت حتقلي لنا الشطه الخضراء كيف. ايوه نعم، بعدين قمنا نقل الشطه الخضراء بتاعتنا بعد ما عملنا فيها الثقوب، عملنا فيها الثقوب وخدتنا الزيت عشان يحمى في النار. هسه لو لاحظتي مجرد انا ما حطيتها ابتدى الزيت يتطاير. نعم. فاذا كانت ما مثقوبه مجرد ما تنتفخ الزيت ده كله حيقوم يجي يطير لي في وشي. دي ملاحظه مهمه، احنا حنخليك تقلبه على النار. نذكر مشاهدينا بمكونات طبق اليوم. بيت الهنا. يعني شوف سامي، كنت عايز اسالك ليه احنا جزء من الشطه طبخناه وجزء قليناه؟ طبعا طبخناه هناك، طبخناه داخل الرز على اساس انه يطلع لنا الطعم. احنا ما قلنا الرز بتاعنا حار. نعم. فطلع لنا الطعم الحار، فقليناه ده عشان نزين بالرز من فوق. نعم. فعشان كده قمنا قلينا جزء من الشطه. نعم. فهسه انا بعد ما قليتها حاول اطلعها من الزيت، بحط لي دائما جنبي طبق يكون فيه ورق ماص. نعم. على اساس انه انا اطلع فيه الشطه بتاعتي. نعم. ويمص لي كميه الزيت الموجوده فيها. نعم. الان طبقنا اصبح جاهز يا شيف سامي. نعم، الطبق اصبح جاهز. طبعا زي ما قلنا عندنا رز الطبق محضر مسبقا. محضر هنا. لو لاحظت الفرق في اللون ما بين في لون اصفر طبقات ولون ابيض. أيوة. لانه عشان ما حركنا الرز من البدايه في الدنيا، فنحن بالوقت نقوم نشوف هنقدم في الطبق بتاعنا الرز بتاعنا. يعني لحظه لما انا اقلب. نعم. بديني بيطلع لون اصفر. اللون تماما. الاصفر والجهه الثانيه فيها التانيه أبيض. اللون الابيض، فبيطلع لي يعني مشكل منظر جميل جدا. الفكره دي ممكن تطبق على اكثر من حاجه، ممكن يكون مثلا بالصلصه يعني احمر وابيض، ممكن يكون ممكن بني يكون وأبيض. بالصلصه الاحمر والابيض. ممكن يكون انا يعني ممكن استخدم الزعفران. الزعفران يعني انا اخلي الرز بتاعي ينجض عادي. في اخر دقيقتين انا عايز ينجض الرز عشان اطلعه، بقوم احل الزعفران في مويه سخنه. نعم. عشان تطلع لي تاخذ لي اللون بتاعه. فبقوم على هذا الضوء بغطيه اخر اثنين دقيقتين واسيبه. يعني بعدك بعد اطلعه بيديني الوان ثانيه متعدده. نعم. غير الالوان النكهات واضح انها متنوعه من الريحه، يعني ظهر ريحه الكاري وريحه الشطه الخضراء، يعني حاجه جميله جدا. ايوه نعم. هسه بنستخدم الكاجيو وفي الزبيب طبعا اصلا في الرز، والزبيب اصلا جوا الرز. نعم. والشطه بتاعتي اللي عملتها بالزيت او قليتها بالزيت. نعم. على اساس انه اعمل بها شكل الناس اللي بيحبوا الشطه حينبسطوا من طبقنا جدا. ايوه نعم. وهو طبق جميل شيف سامي، تسلم يدك عليه. مشاهدينا زي ما تابعتوا طبق كله نباتات في نباتات. اذا انتم حابين تغيروا من الروتين اليومي هنأت الشروق دوت تي في ايميلنا، راسلونا عليه. ولحد ما نشوفكم نترككم بالف عافيه. بيت الهدى.